البنات كذا سلا بساليكم كنتمنى تكونوا بافضل حال. اليوم جيت وجبت لكم واحد سيري جديده اللي هي سيري غادي نسميها نشريه ولا نخليه. ففي هذه السيري غادي نجربوا مكياج ولا ميك اب يعني في رخيص غالي انواع ديال الميك اب اللي كيكونوا تريندين وغادي نجربوهم وغادي نشوفوا واش نشريوه ولا نخليوه. فاليوم غادي نجرب لكم هذا الباليت هذه ترى ويت يا هاد الباليت هادي وهي باليت ديال جيفري ستار. فديجا الا ما شفتوش لا فيديو تاع الاخرى تاعي جربت فيها باليت ديال جيفري ستار باليت ديال بلاد شوغر باليت زوينه بزاف. واليوم غنجرب هاد الباليت هادي وغادي نشوفوا واش نشريوها ولا نخليوها. فبون انا غادي نوريكم كيفاش دايره الباليت. هذا الباكاجين ديالها راه وحيدتو والباليت دايره بحال هكا. بون لا باليت دايره بحال راس ديال اكسترا تيغست ودايره بحال الين داكشي علاش سميتها الين اللي كتعني بالفرونسي اكسترا تيغست وفضائي. فبون هذه هي الباليت ولي كولور اللي فيها صراحه الله رائعين وانا غادي نجربها معكم اليوم وغادي نشوفوا لي كولور كلشي. فكيف ما كتشوفوا هادو هما لي كولور ديال الباليت. فيها بزاف ديال الخضر فيها بزاف ديال الما ديال فيها موف واحد ولكن فيها بزاف ديال البرونز والخضر والمطاط. فهاد الباليت صراحه الله انا عجبتني بزاف يعني الالوان اللي فيها. مازال ما جربتش لا كاليتي مازال ما جربتش البيجمنت البيجمنتيشن هادشي كلشي غادي نجربو في هاد لا فيديو. فيلا بغيتو تشوفوا هاد الباليت هادي واش زوين واش نشريوها ولا نخليوها خليكم معايا في الفيديو. فاول حاجه غادي نحاول ندير لكم سواتشز في يدي غير الالوان اللي زعما كاينه صراحه الله ما غاديش ندير سواتش لكلشي ديك الساعه ما غاديش ندير سواتشز الالوان كاملين حيت ديك الساعه غير الفيديو غيكون طويل. فغادي ندير لكم بعض الالوان اللي انا شفتهم زوينين بزاف بحال لون يو اف او اللي غنديرو دابا سواتش. هاد اللون صراحه الله كيبان رائع. يب هذا هو اللون ما عرفتش واش كتقدروا تشوفوه ولا لا. كيف ما كتشوفوا هذا هو اللون انا غادي ندير له سواتش هنايا. يب دابا تقدروا تشوفوه لون زوين بزاف 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 صراحه. ندير لكم سواتش واحده اخرى اللون اللي سميتو مون روك هو بحال خضر برونز. يا شتو شحال زوين لون زوين بزاف صراحه الله. نعاود ندير سواتش الخضر حيت الخضر تيكون صعيب باش تخدميه يعني في باليت. فغادي نحاول ندير سواتش لهذا الخضر هذا هو خضر نيون يعني الكتريك. يا صح الله زوين بزاف هذاك الخضر يعني هادو كاين بزاف صح الله الالوان زوينين. غادي نعاود نجرب سبيس كاوبوي هو لون قرونه مغلوق ولكن ميتاليك. ف هذا هو اللون. يا شفتو البيجمنتيشن صراحه الله زوينه بزاف. دابا كنظن غادي نبدا في اللوك. اول كالور غادي نستعمل هو كالور سميتو تايتن هو الكالور هو هذا يقدر يمشي في العين كامله. فغادي ندير هذاك. بالنسبه للباليت فيها مرايه كبيره بزاف كيف ما كتشوفوا تقدروا تخدموا غير بالباليت ما تحتاجوش مرايه واحده اخرى. وهذا الباليت خفيف على الباليت اللي جربت في الفيديو الاخر اللي فايت. فغادي ناخذ هذاك الكولور تايتن ولا تيتان وغادي نحطو في الليد ديالي كامل. هذا غادي نديرو غير بحال باز باش الالوان الاخرين يبانو اكثر حيت ملي كتكوني كتحطي الالوان نيشان على الليد ديالك يقدروا الالوان ما يبانوش مزيان. من الاحسن انك ديما تحطي لون اللي يكون شويه نوتخال يعني بيض ولا شويه هكا بلون كاسي باش لي كولور كيبانو احسن يعني كيجيو واضحين وفايبرنت. فغير غادي نحط هاد الكولور في اللي ديالي كامله ومن بعد غادي نشوف يعني اين لوك غادي نمشي ندير حيت مازال ما عرفتش صراحه الله اين لوك باغا ندير بالضبط. اوكي من بعد ما درت هذاك لا كولور في اللي ديالي كامله كنظن انا باغا نمشي بخضر. فغادي اول حاجه غادي نديرها غادي ناخذ الموطاغ يعني باغا ندير لوك يكون شويه فيغ. فغادي ناخذ الموطاغ وغادي ناخذ اللون اللي سميتو صوت ديال كيزنزن ما عرف مالو اللون اللي سميتو مارشن سويل اللي هو هاد اللون المطاط هنايا. فهذاك غادي ناخدو وغادي نديرو في اليد ديالي في الكريس. صراحة الله كيف ما كتشوفوا اللون فيه البيجمنت بزاف شحال اللي كتعجبني مكيعجبنيش ندير الديب
وسطق ما فيش البيجمنت بزاف كيف ما كتشوفوا، يعني البيجمنت ديالو زوينه هذا اللون. وانا اصلا كيعجبوني اي الوان فيهم صفر موطاف الخضر، يعني كنحس بلي مع سورتو دابا داخل الربيع هاد الالوان شويه ربيعيه. بون من بعد ما درت هذاك الموطاف غادي نمشي للون اللي كنظن شويه فيغ، ولكن فيغ بيستاش هو هاد اللون، هذا الفيغ بيستاش هنايا، وغادي نديرو حتى هو تحت من هذاك الموطاف. باش يعني باش انتنسيفاي هذاك اللون الصفر، لست عليه هذا سميتو كيزيد اللون كيبان يعني صفر اكثر. وكمان بعد ما درت هذاك لا كولور اللي شويه فيغ بيستاش في الكريس، غادي ناخذ الفيغ اللي مغلوق بزاف هو هذا اللون هذا، وغادي ندير هذاك في اليد ديالي كامله. صراحه الله هذا اللون ما فيهش بزاف ديال الكيكباك، يعني ما كيرجعش بزاف ديال الغبره، وغادي نحاول ندير هذا في اليد ديالي كامل. واو شوفوا لا كولور صح الله رائعة. اوكي من بعد ما درت هذاك الخضر دابا لحد الان مازال ما عنديش فالاوت تحت عيني، يعني ما طاحت لي حتى شي حاجه تحت عيني. غادي نرجع لهذيك البرش اللي درت بها هذاك البيستاش اللي سميتو ابداكشن، فغادي نرجع وغادي نبلند هذاك الهارش لاين اللي كاين ما بين الخضر والبيستاش. كيف ما كتشوفوا حاولت ندمج هذوك الالوان. فدابا شنو غادي ندير، غادي نمشي قبل ما ندير الاي شادو في اللور لاش لاين يعني تحت العين ديالي، غادي ناخذ هاد القلم ديال العينين اي بنسل من اسنس اللي هو بهذا اللون هذا يعني خضر مغلوق. فغادي ناخذ هاد القلم هذا وغادي نديرو في الجفون ديالي قبل ما غادي ندير الكالر تحت عيني. اوكي من بعد ما درت هذاك القلم خضر كيف ما كتشوفوا في العين ديالي، غنرجع لهذاك الخضر المغلوق، غادي ندير واحد شي شويه وغادي ندير هذاك هنايا، ولكن غير من برا ما غاديش ندخلو حتى لهنايا، غندير هذاك الخضر غير حد النص ديال العين ديالي. من بعد غادي ناخذ براش صغيره واحده اخرى وغادي ناخذ هذاك البيستاش عاوتاني، وهذاك غادي نديرو في النص الاخرانيه ديال العين هكا، غادي شويه يخرج العين ضاويه شويه، الا درتو كامل من التحت غتخرج العين شويه مغموقه. اوكي كيف ما شفتوا غادي نكمل بنفس البراش، غادي ناخذ نرجع ناخذ هذا المطار اللي خديت هذا في الاول، غادي ندير فيه غير شي شويه، وهذاك غادي ندمج التحتاني ديال الالوان باش يكون لون واحد. دابا غادي نرجع للبراش صغيره وغادي نمشي لهذا اللون الذهبي اللي كاين هنايا، هذاك اللي درت لكم سواتش ليه في الاول، غادي ناخذ واحد شي شويه وغادي نديرو في الانر كورنر ديال العين ديالي. واو شفتو كي داير هذاك اللون رائع صراحه الله زوين بزاف. مرة فاتت شي ناس قالوا لي كتقولي بزاف صراحة الله في الفيديو ديالك، فسمحوا لي يعني تما ما قالت لي قالت لي كتقولي بزاف صراحة الله، ما عرفتش علاش هذيك الطبيعه فيا كنقول صراحة الله بزاف، ف bear with me. اوكي البنات كيف ما كتشوفوا درت غير ماسكارا باش ما نغطيش على اللون وعلى الاي شادو، فغادي نمشي وغادي ندير نفس الشيء العين الاخرى وغادي نرجع لكم. بون البنات كيف ما كتشوفوا هذا هو اللوك، فصح الله عجبني بزاف اللوك، الالوان رائعين بالنسبه للربيع، و اسمحوا لي عيني كيدمعوا من هذا الكرايون. فبالنسبه للوك صح الله زوين بزاف بزاف بزاف، وانا كيف ما كتشوفوا عجبني بزاف وطلع زوين اللوك. بالنسبه للباليت ديال الالين الالين باليت واش نشريوها ولا نخليوها، فبالنسبه للثمن غادي ناخذو بعين الاعتبار المهم غادي ناخذو الثمن ديالها والبيجمنت ولا كاليتي وكلشي والباكاجين، وغادي ناخذو كلشي وغادي نشوفو واش نشريوها ولا نخليوها. بالنسبه للثمن اللي هو كنظن 58 اورو اللي هو علين 60 اورو علين 60 درهم 600 درهم، فصح الله الثمن ديالها غالي شي شويه، ولكن بالنسبه لكاليتي ديالها والباكاجين
يعني كل شيء بصراحة الله فيها الألوان، الألوان كيف ما كتشوفوا رائعة. بالنسبة لي أنا غادي نشريها كيف راني أصلا شريتها، ولكن واش كنصح بها ولا لا؟ صراحة الله كنصح بها حيت هاد الألوان زوين بزاف، والباكاجين ديالها شي حاجة يونيك. يعني هادي واخا ما تشريهاش على حساب لاكاليتي ديالها، شريها غير على حساب أنه تكوليكت. إلا كان كيعجبك الميكاب شريها غير باش تكوليكت يعني هاد الباكاجين وهاد الشي هذا، حيت زوين بزاف. فبالنسبة لي إيلين باليت من جيفري ستار شريوها. فكيف ما كتشوفوا هذا هو كان لا فيديو، كنتمنى يكون عجبكم بزاف اللوك وعجبكم لا فيديو. الى عجبكم بليز ديروا سبسكرايب وهيت ذا لايك بوتن، وخليوا لي كومنت شنو باغين تشوفوا المره الجايه، شنو باغين انا برودكتس باغيني نجربوا في هذه السلسله. وان شاء الله نشوفكم في لا فيديو الجايه وبسلامه. ما تنساوش ديروا لي فولو في الانستغرام اللي هو fati.beauty9. ما عمرني ما شفتي يوتيوبر ديما كينسى يقول الفولورز ديالو ولا سبسكرايبرز انهم يديروا له فولو في السوشيال ميديا، انا وحده منهم. فبون سمحوا لي بزاف، كنتمنى نشوفكم في لا فيديو الجايه. باي باي.